دعاء لأهل القبور. طبعا هدول كلهم أهلنا، كلهم أهلنا، كلهم أبونا وأمنا وأخونا وأخواتنا، كل الأهل، كلنا أهل. هذا أبو فهيم ورؤوف، وأبو منى وإلهام وتوفيق اليوم توفى، جاره محمد مهدي يغسل الحمد لله، جاره بالمقبرة. ندعي للجميع قلبا طاهرا فاخلق فيه يا إلهي، سرا ساكنا جدد فيه يا من، وبروح القوة يثبتني على أمرك يا محبوبي، ومن نور العظمة تفشدني على صراطك يا رجائي، وبسلطان الرفعة إلى سماء قدسك عرجني يا أولي، وبأرياح الصمدية تبهجني يا آخري، وبنغمات الأزلية فاسترحني يا مؤنسي، وبغناء طلعتك القديمة نجني عن دونك يا سيدي، وبظهور كينوتك الدائمة بشرني يا ظاهر فوق ظاهري والباطن دون باطني. أصل كل الخير هو الاعتماد على الله والانقياد لأمره والرضاء بمرضاته. أصل كل العلوم هو عرفان الله جل جلاله، وهذا لن يحقق إلا بعرفان مظهر نفسه. أصل الذلة هو الخروج عن ظل الرحمن والدخول في ظل الشيطان. أصل الكفر هو الشرك بالله والاعتماد على ما سواه والفرار من قضاياه. رأس كل ما ذكرناه لك هو الإنصاف، وهو خروج العبد عن الوهم والتقليد والتفرس في مظاهر الصنع بنظر التوحيد، والمشاهدة في كل الأمور بالبصر الحديث. أصل خسران لمن مضت أيامه هو معرفة نفسه، كذلك علمناك وصرفنا لك كلمات الحكمة لتشكو الله ربك في نفسك وتفتخر بها بين العالمين. الله يحفظكم ويجيبكم كل انواع الخير والرزق لكم قبل ما يجيب لنا. دائما ندعي للعايشين وللميتين، دائما ندعي للعايشين وللميتين. الله يطول باعماركم ويحفظكم.